النشرة، حيث أعلن البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في تونس بحضور وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، أعلن عن رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية. فيما التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللجنة المعنية بالشأن الليبي المبعوث الأممي لدعم ليبيا مارتن كوبلر. وأكد الفريق حجازي حرص مصر على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي، فيما عبر كوبلر عن اعتزازه بالجهود المصرية لحل المسألة الليبية. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا بكم. إذن كيف تقيم جهود مصر في فرض وجهة نظرها أنها لا تحبذ الحل العسكري في التدخل في ليبيا؟ طبعا احنا بنقيم كل الجهود المصريه، ودي الحقيقه مش اول جهود. يعني كان في المشير خليفه حفتر كان في القاهره والتقى بالفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه، والتقى بالسفير سامح شكري وزير الخارجيه، وتمت محاوله التقريب وجهات النظر ما بين فايز سراج رئيس حكومه الوفاق وما بين المشير خليفه حفتر بما يتعلق بحقيبه الدفاع. بعدها كان في مجموعه جوار ليبيا 7 دول اللي هي مجاوره ليبيا، منها مصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان، لمحاوله ايجاد موقف اقليمي، لان المتضرر الاول من ما يحدث في ليبيا هي دول الجوار وعلى راسها مصر. لأن التدخل العسكري سينشئ عنده أزمات مثل معارك الموصل في العراق، مثل معارك الرقة في سوريا، نزوح بمئات الألوف ستتحمله دول الجوار، بالإضافة لقضية التدويل في المنطقة. سيتواجد كما هو في العراق قوات دولية ما بين الفرنسية والألمانية والأمريكية وربما الروسية، فمصر بتتحرك في منطقة تعتبر منطقة نفوذ ومنطقة تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر. قبل كل دول طبعا العلاقة التاريخية ما بين الشعب المصري والشعب الليبي. الجميل اللي أنا واللي في الخبر قضية أن يكون هناك تنسيق ما بين 3 دول عربية كبيرة، تونس والجزائر ومصر، وخاصة أنهما دول جوار ودول عربية.